السلام عليكم، اهلا بيكم في فراندا. انا سونيا الحلفاوي، ولو اول مره تشوفوني اشتركوا في القناه عشان تشوفوا كل فيديوهاتي اللي جايه. النهارده هنعمل اكتر نوع مقبلات انا بحبه، هو سلطه الحمص بالبطاطس المقليه. بجد سلطه روعه، صحيه، مليانه الوان، مليانه نكهات، مميزه جدا. انا متاكده انكم هتحبوها جدا 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 لو جربتوا. هسيب لكم كل المقادير في صندوق الوصف. يلا بينا نبدا. بسم الله. اول حاجه هنبدا باننا نقشر بطاطسايه، نقطعها مكعبات صغيرة، نسخن شوية من الزيت عشان نقلي فيهم البطاطس. دي أول خطوة. بعد ما الزيت يسخن نبدأ نضيف مكعبات البطاطس، طبعا غسلناها وملحناها صفناها ونقليها لحد ما يبقى لونها ذهبي فاتح. بعد كده نطلعها على ورق مطبخ ونركنها على جنب. بعد كده هنبدأ نجهز باقي المكونات. قبل ما أقولكم على بقية المكونات، ياريت تكتبولي إيه أكتر نوع مقبلات أنتوا بتحبوه. أنا عن نفسي بحب الحمص جدا وبحب أدخله في حاجات كتير. هنبدأ نقطع بصلاية صغيرة جدا مكعبات صغيرة، هنقطعها بالسكينة مش بالكب. هنبدأ نقطع شوية من الفلفل الأحمر، هنقطعه مكعبات. شوية من الفلفل الأخضر الحامي، يعني واحد بس، ونقطعه برضو مكعبات. نكون محضرين شوية من الحمص المسلوق، حمص الشام، طبعا نقعينه وسلقينه. أنا بجيب كمية أنقعها وأسلقها كلها وأقسمه كياس وأحطه في الفريزر، زيه زي الفاصوليا البيضة والفاصوليا الحمراء، يبقوا جاهزين عندي في أي وقت. أجيب شوية من الحمص المسلوق أصفي منه المية بتاعته، وشوية من الفاصوليا البيضة، وشوية كمان من الفاصوليا الحمراء المسلوقة. نبدأ بقى بعد كده نجمع الوصفة بتاعتي. هبشر فص من الثوم، احط البصلايه اللي قطعناها على الثوم، احط شويه من الملح، شويه من الفلفل، ونقلبهم شويه عشان بس البصل ما يطلع لناش ريحه. احط شويه من الخل، يعني ربع كوبايه. بعد كده ابدا اضيف الحمص المسلوق، واضيف الفاصوليا البيضة والفاصوليا الحمراء، أبدأ أزود الفلفل الألوان وأقلب. آخر حاجة ممكن أضيفها هي البطاطس المقلية علشان ما تتراش، وبعد كده أضيف عليهم ربع كوباية من دبس الرمان. طبعا دبس الرمان هيديها طعم جميل جدا، مزازة روعة. أزود كمان ليمونة معصورة، ليمونة كبيرة حلوة كده، وفي الآخر خالص أحط ربع كوباية من الرمان المجفف. لو ما عندناش وعندنا رمان طازة مفيش أي مشكلة، ونرش رشة حلوة كده من البقدونس على الوش مع رشة زيت على الوش، زيت نباتي أو زيت زيتون. بكده نكون عملنا، مش عايزة أقول سلطة ولا مقبلات، هي في حد ذاتها ده هي وجبة. يعني ممكن أزود عليها صدر فرخة مسلوق مثلا وأصبحت وجبة صحية 100%. يا جماعة يا ريت تجربوها، يعني من أحلى المقبلات جنب أي أكل، من أحلى المقبلات في أي عزومة. شكل جميل، طعم جميل، عن نفسي بحبها جدا. أتمنى يكون فيديو النهاردة عجبكم. ما تنسوش تقولوا لي رأيكم في الكومنتات، وتسيبوا لايك على الفيديو، وتشتركوا في القناة، وتفعلوا زر الجرس. والسلام عليكم.